حضرتك فعلا اذا كانت الطرق الخارجيه بتشهد حركه مرور عاليه جدا، طبعا سفر الناس للمصايف والساحل، الا انه طبعا ده بيكون له اثر ايجابي على الحركه الداخليه. خلينا نطمن الجماعة، بدايه الحمد لله ما عندناش اختراق بوقوع اي حوادث او مصادمات لها تاثير سلبي على الحركه المروريه او اي معوقات. جميع الطرق الداخليه والمحاور التبادليه بين القاهره والجيزه بتشهد سيوله وانسيابه مروريه تامه، بداية من كوبري اكتوبر في الاتجاهين، كوبري الجلاء للقادم من مناطق الدق اتجاه وسط البلد، كوبري 15 مايو للقادم من الزمالك والكورنيش متجه الى مناطق 6 اكتوبر والعكس، كوبري عباس وكوبري الجامعه للقادم مناطق فيصل الهرم ويتجه لمناطق الملك الصالح في القاهره او مناطق المنيل، كوبري الساحل القادم من كورنيش امبابه والوراق متجه رود الفرج. جميع هذه المعابر تشهد سيوله وانفراجه مروريه، جميع المطالع والمنازل المؤديه لهذه المعابر تعمل بسيوله تامه. جميع الطرق المؤدية إلى من الطريق الدائري إلى مناطق الجيزة بداية من محور صفت محور عرابي محور 26 يوليو، كل هذه المحاور بتعمل بطريقة مرضية تماما، مش هنحتاج نغير أي مسارات. خلينا نطمن اللي جاي برضو من شرق القاهرة والتجمع المعادي على محور المريوطية اتجاه البحر الأعظم، بحر الأعظم بيشهد سيولة مرورية تامة. جميع ميادين الجيزة بداية من ميدان الجامعة، ميدان المنيب، ميدان الرماية، جميع هذه الميادين بالمحاور المرتبطة بها كلها بتشهد سيولة مرورية تامة. نطمن مواطنين الجيزة على أهم المحاور بالجيزة اللي بتشهد كلها سيوله مروريه بدون اي معوقات، بدايه من شارع عنيب جامعه الدول العربيه، شارع الدق التحرير بطل احمد عبد العزيز، فيصل الهرم، شارع السودان، جميع هذه المحاور بتشهد سيوله مروريه.